طيب انا معايا على التليفون النجم حسين بن عياده لاعب قسطنطينه الجزائري، وكان في كلام كتير على حسين بن عياده سواء مع نادي الزمالك، هل اتفتح معاه حوار ولا لا. هو لاعب من اللعيبه المميزين، تقولوا يا شباب هو واحد من اللعيبه المميزين وكان في كلام كتير عليه في الفتره الاخيره. كابتن حسين اهلا وسهلا بيكم، مساء الفل وكل سنه وانت طيب. مساء الفل اخي، مساء الفل، تعطوركم في رمضانكم. اخبارك ايه ابو الكباتن، كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طيب خلينا نطمن منك بس، الاخبار عامله ازاي في الجزائر في ظل توقف النشاط الكروي والنشاط الرياضي؟ هل هناك مؤشرات لعوده الكره والدوري هناك ولا لا؟ ان شاء الله ان شاء الله، هذه حتى ما بين شيء ما بين شيء، نحن في الحجر صحي لعمليه الدوله تاعنا، ما لحد هذه حتى ما بين حتى شيء، ان شاء الله ان شاء الله يكون فيها خير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يكون فيها كل الخير. طيب كلام كان كتير وتقارير صحفية انتشرت في مصر عن اقتراب توقيع حسين بن عيادة لصالح نادي الزمالك، انت معانا على الهواء مباشرة ومحتاجين نعرف منك الرد السليم. هي هناك اتصالات وقعت ما بين وصلة المراجع بتاعي، صار كبير ليا وين يكون عندي اتصالات من هذا النادي تاع نادي الزمالك، تعرف كبير، لين حد لحد تاع ما بين حتى شيء. هل في مفاوضات رسمية ولا كلها كانت شفهية؟ لا ما في حتى شيء رسمي، ما في حتى شيء رسمي لحد الساعة. ما فيهاش يا كابتن؟ لحد الساعة رانا لحد الساعة رانا مركزين بهذا الوباء اللي راهم وقف كل شيء، إن شاء الله ربي يرفع عنا هذا الوباء إن شاء الله ويبان شيء جديد. ان شاء الله باذن الله، عشان الوباء الدنيا متوقفه، ده على حسب ما انا ما سامع لان الصوت بعيد شويه، فمعلش هطلب منك هسالك سؤال تاني وتكرر لي الاجابه لان الصوت بعيد، فهطلب منك تيجي يمين شويه شمال شويه. بسالك عن الزمالك، هل في مفاوضات رسميه ولا كان في مجرد محادثات بينك وما بين نادي الزمالك المصري؟ لا انا انا الامور انا الامور تاعي في الملعب والامور خارجية بخليها المراجع تاعي. ايوه وين انا ما انا احب الان انا مركز على التدريبات تاعي باش نبعد في المستوى تاعي ان شاء الله. مي احب الان ان شاء الله ربي يرفع عنا الوباء وان شاء الله تكون فيها اخبار جديده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. الوكيل بتاعك ما نقلكش اي مفاوضات من نادي الزمالك؟ قال لي هناك عدة أندية، حد الاستعارات كما قلت لك ما بين حتى شيء جديد. ما نحكيش فيها جديد. طيب بالنسبة للنادي الأهلي، هل جالك منه كلام ولا أو مفاوضات ولا برضه قبل فيروس كورونا كان في كلام؟ القاني كلام، القاني كلام. نقل لك كلام برضه عن النادي الأهلي المصري. هنا نو ما هنا ليس هناك ما كانش حاجة رسمية، ما كانش حاجة رسمية. ما كانش حاجة رسمية، ده بالنسبة للأهلي ما كانش في حاجة رسمية، إنما بالنسبة للزمالك كان في حاجة رسمية. نو المانجر تاعي قال لي هناك ما قاليش رسمية. ما قالكش رسمية، لا زمالك رسمي ولا أهلي رسمي. أها. طيب كده مفهوم. مش رسمية، كده مفهوم، لا رسمي. كان مرض، كانت كاينة محادثات في تصاعدي، مي حد الساعة ما كانش، جا الوباء وقف كل شيء إن شاء الله. طيب بسألك يا كابتن حسين، عقدك ينتهي امتى مع قسنطينة؟ هات السنة ان شاء الله. نهاية السنة دي، نهاية العام ده، صح كده؟ صح صح. ان شاء الله بإذن الله. كابتن حسين انا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك كل توفيق وسعداء جدا جدا بتواصلك معنا في برنامج جمهور التالتة. طيب مفيش حاجة رسمية؟ والوكيل بتاعه كان نقل له بعض المفاوضات او بعض الامور غير الرسميه من قبل نادي الزمالك على حسب ما انا ما سمعته، وزمايلي في الاعداد يصححوا لي اذا كنت سامع غلط ولا لا. صحيح كده بخصوص الاهلي او الزمالك، وبعد فيروس او يعني في حاله الحاله الصعبه اللي احنا بنعيشها ديت ممكن يبقى بعد انقشاع وباء كورونا يبقى في كلام تاني ومختلف.